بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد إخواني الكرام، فقد وصلنا البارحة وأكملنا وأتممنا باب إصابة العين، ثم واليوم إن شاء الله تعالى نتطرق إلى الباب الثاني وهو إصابة الحسد، وسوف نتطرق عبر هذه المحاضرة إلى ذكر معنى الحسد لغة واصطلاحا وربما أقسامه، ثم بعد ذلك نذكر الفرق بين إصابة العين والحسد، ونتطرق إلى شرح كلام ابن القيم الجوزية، وفي نفس الوقت نوضح ونجيب عن الأسئلة التي طرحناها البارحة. فنطلب من الأحبة الإصغاء والتنبيه وتدوين المعلومات، بارك الله فيكم. إذا إصابة الحسد، المتن: والنشر عن بالذكر بالحسد، وشر منه كامن كسم بالجسد. الشرح: الحسد في لغة العرب معروف حسده يحسده ويحسده حسدا، وحسد إذا تمنى أن تتحول إليه نعمته وفضيلته أو يسلبها هو. ويقول الشاعر: وترى اللبيب محسدا لم يجترم شتم الرجال وعرضه مشتوم. انظر إلى معجم لسان العرب. والغبط أو الغبط أن يتمنى، والغبط أن يتمنى أن يكون له مثلها ولا يتمنى زوالها، أي النعمة، ولا يتمنى زوالها عنه. والحسد اصطلاحا هو تمني زوال نعمة المحسود، وإن لم يصر للمحسود مثلها، أو تمني عدم حصول النعمة للغير. يقول عز من قائل كريم: ومن شر حاسد إذا حسد. ويقول تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ويقول سبحانه وتعالى: لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. رواه أبو داود وابن ماجه. ويقول صلى الله عليه وسلم: ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. متفق عليه. الفرق بين إصابة العين والحسد. نشرت منشور عبر الفيسبوك، وقد تعمدت إعادة مشاركته للفائدة، وكان تاريخ النشر يوم 24 أوت 2019، محاولا من خلاله شرح كلام ابن القيم الجوزية عليه رحمة الله. بالنسبة للإخوة والطلبة، كان من الأولى بهم أنني وضعت لهم الرابط، يعني قبل 3 أيام أو 4 أيام من طرح السؤال، أو 3 أيام كتمهيد. كان من الأولى أننا لما نضع الرابط، رابط محاضرة أو درس، أنهم على الأقل يعني يطلعون عليه. لو أنهم يعني فعلا يعني قرأوا المنشور جيدا لفهموا معنى السؤال، ولوجدوا الجواب الكافي والشافي لسؤال البارحة. ولكن على كل، فكلكم قد أجاد وأفاد على الأقل حاول، ومن خلال تلك المحاولة سوف يسهل علي، على الطالب وعلى المستمع وعلى المعالج وعلى الراقي وعلى الباحث، أن يستوعب هذه المسألة ويهضمها بإذن الله تعالى، ويفهمها فهما صحيحا، فهما صوابا وسديدا، وفهما يعني نافعا وسديدا بإذن الله تعالى. إذن قلنا محاولا من خلال هذا المنشور شرح كلام ابن القيم الجوزية عليه رحمة الله،
الوارد في كتاب بدائع الفوائد، إذ يقول: كل عائن حاسد وليس كل حاسد عائن. قلت: توهم كثير ممن قصر فهمه وقل علمه عن استيعاب كلام ابن القيم الجوزية من كون أن كل عائن حاسد، من كون أن كل عائن حاسد، وأن الحسد أعم من العين، وأن العائن حاسد خاص. إخواني الكرام، إذ تبادر على ذهن كثير منهم أن الحسد هو تمني زوال النعمة، فلا يتوافق ذلك مع عين العائن لنفسه، فهو لا يتمنى زوال نفسه ولا نعمته، وكذلك لا يتمنى زوال نعمة من يوده أو يوده أو يوده كولده ووالده وأخاه، يعني ومن هو أقرب الناس إليه. فكيف يكون كل عائن حاسد؟ فكيف يكون كل عائن حاسد؟ وهناك العين الودود والعين المعجبة، وهي ليس فيها معنى الحسد. وفي حقيقة الأمر إخواني الكرام، أنه هناك أوجه مشتركة بين العين والحسد، أوجه مشتركة بين العين والحسد. إذا علمها المرء فهم قول ابن القيم الجوزية ولم يجد في ذلك إشكالا. شيخنا إبراهيم ولي، حبذا لو تقفل السماعة حتى نفرغ من المحاضرة. إذن تمام يا شيخ ظريف، على بركة الله، بارك الله فيك شيخنا. إذن إذ أن منطلق ومنبع الحسد هو تكيف النفس، ركزوا معي إخواني الكرام، حبذا لو تسجلوا هذه النقاط وتضعوها على الحروف. إذن ابن القيم الجوزية لم يجد في ذلك إشكالا، في الوقت الذي الكثير من البحاث اليوم ربما استشكلوا هذه المسألة ولم يستسيغوها ولم يفهموها، والعيب ليس في بيان أو في تقارير أو في علم ابن القيم الجوزية، وإنما العيب أنهم لم يفهموا ولم يستسيغوا هذا المعنى الذي هو في حقيقة الأمر الخلل فيه، هو الفهم السقيم. لو فهمنا المعنى الحقيقي لوجدنا ذلك يعني منطقيا وواقعيا وصحيحا، وهو الذي يتوافق مع الكتاب والسنة وهدي السلف وفهم السلف. نعم، إذن منطلق ومنبع الحسد هو تكيف النفس، المنطلق الذي ينطلق منه الحسد هو تكيف النفس، وبعد ذلك يتوجه ذلك التكيف للنفس الذي حصل إما إلى العين، وهذه العين سواء كانت ودودا أو معجبة أو حاسدة، وإذا لم تكن هناك مقابلة ولا رؤية فقط ولا رؤية فقط، إنما حدث هذا التكيف للنفس بسبب مثلا أنه سمع أن شخصا حصلت له نعمة، هنا هذا التكيف يخرج من النفس مباشرة ولا يسمى عينا، بل يسمى على أصله وهو الحسد. فمنبع الحسد عبر تكيف النفس، ولذلك العائن حاسد خاص، ليس مثل حالات الحسد المعروفة والتي هي تمني زوال النعمة، بل هذه العين التي تشترك مع الحسد في التكيف وفي توجهها إلى الضحية، فالحسد يقع على الضحية ويؤذيه، وكذلك تكيف العين يعني يخرج ويصيب الضحية وقد يؤذيه وقد يلحق به الشر، ويشتركان أن كلاهما شر وفيهما ضر بالنسبة للضحية، وهما يفترقان أن العين لا يكفي فيها ذلك التكيف
الذي أصله تكيف الحسد، بل يشترط فيها النظر والمقابلة. وأما إذا لم يكن هناك نظر ولا مقابلة فلا تحدث إصابة العين، لأن التكيف لم يخرج من العين، بل هنا إذا تكيفت النفس وتحرق القلب وانبعث ذلك التكيف فلا ولن ولم تكن هناك مقابلة ولا رؤية فلا تسمى إصابة عين. إذا تكيفت النفس وتحرق القلب وانبعث ذلك التكيف ولم تكن هناك مقابلة ولا رؤية فلا تسمى إصابة العين، بل الذي يحدث هنا نسميه حسدا. ولكن هذا التكيف وهذا التحرق الذي لا يكون إلا بسبب البغض إما للشخص أو للنعمة يمكن أن يخرج من النفس كما يمكن أن يخرج من العين إذا توفرت شروط. يخرج من العين إذا توفرت الشروط، إذا توفرت الشروط الرؤية والمقابلة، النظر أو البصر، وحتى ولو كان بصر الأعمى، إذ أن الأعمى يرى بمخيلته عن طريق الوصف فيتخيل ذلك المعيون فيرميه بعين، وهذا التكيف الذي كان دافعه البغض وتحرق القلب والذي خرج من العين بعد مقابلة يسمى عين حاسدة، يسمى عين حاسدة. ومن أنواع العين الحاسدة العين السمية القاتلة، والتي قد تردي المعيون صريعا أو مريضا. ومن هنا نفهم إخواني الكرام أن تكيف النفس يحدث لبعض الناس بسبب تمني زوال النعمة والتي دافعها البغض وتحرق القلب، فإذا كانت هناك رؤية ومقابلة وحدث تكيف النفس بذلك التكييف أو التكيف الخاص الذي يسبب الضرر وخرج من البصر، هنا نسمي هذه الحالة إصابة عين، إصابة عين، وبالأخص إصابة العين الحاسدة. وإذا لم تخرج من العين ولم تحدث الرؤية لعدم حدوث الرؤية والمقابلة ولم يخرج التكيف من البصر فلا يمكن أن نسميه عينا بل نسميه حسدا. ما دام لم تحدث الرؤية ولم يعني تحدث المقابلة فلا يمكن لهذا التكيف إن خرج أن يخرج من العين، بل يخرج مباشرة من النفس، ولذلك لا يسمى عينا لأنه لم يخرج من العين وإنما خرج من المكان الذي تشكل والذي تكيف فيه الحسد، وبالتالي يسمى حسدا. إذن ليس كل حاسد عائن، ليس كل حاسد عائن، لأن الحسد الذي لا يخرج من البصر أو لا يكون تكيفه بسبب الرؤية والمقابلة لا يسمى عينا، لا يسمى عينا، فهذا ممتنع. وأما العين فهي جزء من الحسد بسبب التكيف للنفس والذي هو منطلق الحسد والعين. ذلك التكيف بسبب الإعجاب بالنسبة للعين المعجبة أو الودود أو البغض بالنسبة للعين الحاسدة يسبب الضرر للمعيون. إذن كل عائن تكيفت نفسه تكيفا خاصا من شأنه إلحاق الضرر بالمعيون حاسد، وليس كل حاسد حصل له تكيف النفس المضر عائن، لأنه هناك تكيف الذي لا تخرج سهامه من العين بل يخرج مباشرة من النفس، كما أنه يشترط في الحسد أن يكون التكييف
بسبب تحرق القلب وتمني زوال النعمة، وتمني زوال النعمة. إذن حبذا لو أعيد هذه المعلومة، إذن كل عائن تكيفت نفسه تكيفا خاصا من شأنه إلحاق الضرر بالمعيون هو حاسد. كل عائن سواء كانت عين معجبة أم عين سمية أم عين ودود، ما دام أنه تكيفت نفسه وألحق الضرر فهو يسمى حاسد خاص أو حاسد. وليس كل حاسد حصل له تكيف النفس المضر عائن، لأنه هناك تكيف الذي لا تخرج سيامه من العين بل يخرج مباشرة من النفس. كما أنه يشترط في الحسد أن يكون التكييف أو التكيف بسبب تحرق القلب وتمني زوال النعمة. ولذلك فليس كل حاسد عائن، لأنه هناك العائن الذي يكون يعني سبب تكيفه، وهذا التكيف هو الإعجاب وليس الحسد. يكون سبب هذا التكيف هو الإعجاب، وكما هو الحال في العين الودود والعين الودود والعين المعجبة، فيكون فلما يتكيف هذا النفس يخرج من البصر. وهذا لا يمكن أن يكون في الحسد، لأن من شروط الحسد تحرق القلب والبغض وتمني زوال النعمة. ولذلك فليس كل حاسد عائن، ولكن كل عائن حاسد، والعائن حاسد خاص، حالة خاصة يعني إن صح التعبير. نعم، يقول الشيخ العلامة محمد بن الأمين، محمد الأمين المختار الشنقيطي رحمه الله، على أن العين والحسد يشتركان في الوسيلة والمنطلق. قال: ويشتركان في الأثر ويختلفان في الوسيلة والمنطلق. فالحاسد قد يحسد ما لم يره، ويحسد في الأمر المتوقع قبل وقوعه، ومصدره تحرق القلب واستكثار النعمة على المحسود، ويتمنى زوالها عنه أو عدم حصولها له، وهو غاية في حطة النفس. والعائن لا يعين إلا ما يراه وموجود بالفعل، ومصدره انقداح نظرة العين، وقد يعين ما يكره أن يصاب بأذى منه كولده وماله، وقد يطلق عليه أيضا الحسد، وقد يطلق الحسد ويراد به الغبطة، وهو تمني ما يراه عند الآخرين من غير زواله عنهم. أضواء البيان المجلد التاسع الصفحة 164. فالحسد إخواني الكرام قد يقع ويصيب المحسود قبل حصول ذلك الشيء الذي حسد عليه، كما بيّن ذلك الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله. فالحسد أصله تمني زوال النعمة. قال ابن القيم الجوزية عليه رحمة الله: أصل الحسد هو بغض نعمة الله على المحسود وتمني زوالها، فالحاسد عدو النعم، وهذا الشر هو من نفسه وطبعها، ليس هو شيئا اكتسبه من غيرها، بل هو من خبثها وشرها. والحاسد أعم وأشمل من العائن، قال ابن القيم الجوزية: فالعائن حاسد خاص، فالعائن حاسد خاص. ولهذا والله أعلم إنما جاء في السورة ذكر الحاسد دون العائن لأنه أعم، فكل عائن حاسد ولا بد، وليس كل حاسد عائنا. فإذا استعاذ من شر الحاسد دخل فيه العين، وهذا من شمول القرآن وإعجازه وبلاغته. بدائع الفوائد المجلد الثاني صفحة 233. إخواني الكرام، فإذا كان الحاسد عدو النعم وأصله تمني زوال النعمة وينبع من تحرق القلب واستكثار النعمة على المحسود أو يتمنى عدم حصولها أصلا، فإن إصابة العين
لا يشترط فيها ذلك، فيمكن أن تكون تلك الأوصاف في العائن ويشترك فيها ويشترك فيها مع الحاسد، وهو ما يسمى بالعين الحاسدة أو السبية أو القاتلة. ويمكن أن تحدث العين من العائن دون أن يتمنى زوال النعمة أو يتحرق قلبه، بل فقط بمجرد تكيف نفسه بسبب الإعجاب الحاصل له من خلال ما يراه بعينيه من نعمة. ولو كان من نفسه أو ولده أو قريبه أو ممن يحبه ويحن عليه ويرأف به، وهو ما يعرف بالعين الودود أو العين المعجبة من غير تمني زوال النعمة. وهذه كذلك تدخل في مسمى الحسد، وهي لأنها تشترك مع الحسد في الإعجاب والتكييف، ولكن إعجاب العائن لا يشترط فيه أن يتمنى من خلاله تمني زوال النعمة مثل ما هو الحال في الغبطة، مثل ما هو الحال في الغبطة، لأن الحسد كذلك يأتي بمعنى الغبطة، لأن الحسد كذلك يأتي بمعنى الغبطة. بل الغبطة هي نوع من أنواع الحسد، والغبطة فيها الإعجاب بالشيء وتمني الحصول عليه دون تمني زواله عن المنعم عليه، دون تمني زواله عن المنعم عليه. يقول الإمام القرطبي عليه رحمة الله: الحسد نوعان، مذموم ومحمود. فالمذموم أن تتمنى زوال نعمة الله عن أخيك المسلم، أن تتمنى زوال نعمة الله عن أخيك المسلم، وسواء تمنيت مع ذلك أن تعود إليك أولا. وهذا النوع الذي ذمه الله تعالى في كتابه بقوله: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وإنما كان مذموما لأن فيه تسفيه الحق سبحانه وتعالى، وأنه أنعم على من لا يستحق ذلك. وأما المحمود فهو ما جاء في صحيح الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. أخرجه البخاري ومسلم. وهذا الحسد معناه الغبطة، وكذلك ترجم عليه البخاري وبوب عليه باب الاغتباط في العلم والحكمة. وحقيقتها أن تتمنى أن يكون لك ما لأخيك المسلم من الخير والنعمة ولا يزول عنه خيره. وقد يجوز أن يسمى هذا منافسة، ومنه قوله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا بتصرف، انظر إلى تفسير القرطبي المجلد الثاني صفحة 815. إخواني الكرام، ومن خلال ذلك كله فلا ينبغي أن يتوهم أحد أنه لما كان الحسد هو تمني زوال النعمة فلا تندرج تحته إصابة العين، بحجة أن من أنواع العين الودود والمعجبة. ولا ينبغي له أن ينفي أن الغبطة هي نوع من أنواع الحسد، وحتى وإن لم تكن بمعنى تمني زوال النعمة، لأن الوجه المشترك في الغبطة مع الحسد هو الإعجاب بالنعمة واستكثارها وتمني حصولها. والفارق بينهما أن الغبطة لا يتمنى زوال النعمة ويتمنى أن يحصل عليها. إذن فالغبطة هي نوع من أنواع الحسد، وهذا حسد محمود وغير مذموم. وكذلك بالنسبة للعين، هي نوع من أنواع الحسد وتدخل وتندرج تحت مسمى الحسد، لأن مصدرهما واحد، وهو تكيف النفس
والإعجاب ويشتركان في وقوع الإضرار، فكلاهما مضر بمن وقعت عليه إلا أن يشاء الله، ورغم أنهما يتفقان في المصدر وهو تكيف النفس والمنبعث والدافع وهو الإعجاب، إلا أنهما يختلفان في مصدر الصدور والانبعاث والخروج. فإصابة العين تخرج من عين الحاسد، أما الحسد فلا يخرج من العين بل يخرج من نفس الحاسد مباشرة. فالعين تتبلور وتتشكل وتتكيف في النفس، ثم تصعد إلى العين فتنطلق على شكل دفعات أو طلقات أو سهام أو جواهر لطيفة لتخترق مسامات المعيون من إنس أو جماد أو حيوان، فتسبب فيه الضرر بإذن الله إذا لم يكن محصنا وإذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى ذلك العائن. وأما إن ذكر الله أو كان ذلك المعيون محصنا فلا تصيبه بإذن الله تعالى، فلا تصيبه العين بإذن الله تعالى. فهو هذا المحصن هو بمثابة السيارة المحصنة التي لا يخترقها الرصاص. فالمتحصن بالذكر والدعاء وتقوى الله والرقية هو وكأنه داخل مدرعة التي لا يخترقها الرصاص، وحتى وإن كانت الطلقات يعني من أقرب الأماكن، فإن الطلقة لن تخترق المتحصن بإذن الله تعالى، بل ربما تصطدم بالدرع ثم ترجع إلى العائن، بل ربما تصطدم بالدرع ثم ترجع إلى العائن والحاسد للعائن والحاسد فتصيبه هو. وكما قال الشاعر: لله در الحسد ما أعدله، أول ما بدأ بصاحبه فقتله، اصبر على مضض الحسود فإن صبرك قاتله، كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. وخاصة لما يحصن المتحصن نفسه بقوله تعالى: فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ويقول: قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، الأذكار، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ويقرأ كذلك الإخلاص والمعوذتين، فلن يضره ذلك الحاسد أو العائن مع اسم الله شيء بإذن الله تعالى. إخواني الكرام، كل عائن حاسد ولا بد، وكل غابط أو مغتبط حاسد ولا بد، وليس كل حاسد عائن أو وليس كل حاسد غابط أو مغتبط، وليس كل حاسد عائن وليس كل حاسد غابط أو مغتبط. إذن الغبطة هي نوع من أنواع الحسد، وذلك لأن هذا المغتبط تمنى حصول هذه النعمة وأعجبته هذه النعمة، لكن الحاسد لما أعجبته النعمة تحرق قلبه وأبغض أن تتواجد هذه النعمة في هذا الشخص، ولذلك تمنى زوال هذه النعمة عن هذا الشخص، أو أنه تمنى زوال من أنعمت عليه، يعني أن يزول كلية. أما الغابط فهو لا يتمنى زوال النعمة وإنما أعجبته ويتمنى أن يتحصل عليها، ولذلك فالغبطة أمرها محمود لأنها بمثابة بمعنى المنافسة. فكل غابط حاسد وكل عائن حاسد، وليس كل حاسد عائن أو مغتبط. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: ومصدر الحسد تحرق القلب واستكثار النعمة على المحسود ويتمنى زوالها عنه أو عدم حصولها له، وهو غاية في حطة النفس، والمعين يحتمل أن يصيب المعين ويتمنى زوال النعمة عليه، وقد لا يكون ذلك، وحالما يقع نظره على أمر بإعجاب أو استحسان
قد يصيبه بالعين دون قصد زوال تمني النعمة عليه. ويقول كذلك عن العائن: وقد يعين ما يكره أن يصاب بأذى منه كولده وماله. ارجع إلى أضواء البيان المجلد التاسع صفحة 164. إذن ركزوا معي على هذين الأمرين، وهو أن العائن أولا يمكن أن يصيب حتى من يكره أذيته، حتى من يكره أذيته أو تعرضه للأذى مثل الصديق والابن والنفس والقريب. ثانيا نفهم من خلال كلام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أن إصابة العين يمكن أن تصيب المال مثل المنزل أو السيارة أو التجارة أو الزراعة أو غير ذلك. فأي شيء نال إعجاب العائن ولو كان من ماله أو من مال غيره ووقع عليه الإعجاب والنظر وحصل عليه التكيف ولم يذكر الله، وقعت العين بإذن الله إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله أن لا يكون ذلك. ولا يحدث ذلك الوقوع كأن يكون الشخص محصنا ومحفوظا من عند الله تعالى. ملاحظة بعض المصادر، بعض الملاحظة مهمة، ملاحظة مهمة. وكذلك بعض الإخوة أثناء التعليقات نقلوا لنا مثل هذه المعلومة. بعض المصادر في كتب الرقية الشرعية ذكروا أن الحسد لا يقع على الأموال، بمعنى لا يقع على المكتسبات مثل المنازل والسيارات والممتلكات عموما، ولكن العين يمكن أن تصيب ذلك كله. وربما تناقل بعض البحاث في المجموعات والمنشورات وقالوا بها، تناقلوا هذه المعلومة وقالوا بها، وعلى الباحث أن يكون محققا لا مقلدا. فمن خلال البحث والتقصي وتتبع الحالات وتدبر النصوص والنصوص يتبين لي أن المسألة على خلاف ذلك كله، وهو أن التوهم أن إصابة الحسد لا تقع على المال أو الجمادات أو غير ذلك وأن ذلك مقتصر على العين، أن هذا كلام غير صحيح وهو مخالف للصواب. وأنا أقول وبالله أستعين، بل إن إصابة الحسد كذلك هي مثل إصابة العين في إلحاق الضرر والإصابة. فالحسد يمكن أن يصيب المال، وقد يصيب البيت أو العلم، بل قد يحسد الشخص على تجارة وحتى على الهداية والاستقامة. قد يحسد الشخص على التجارة وحتى على الهداية والاستقامة. يقول تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. ويقول تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ومن فضل الله على الناس مصادر الأرزاق مثل التجارة والحرف، وكذلك من فضل الله تعالى المسكن اللائق والمركب المريح والزوجة الصالحة والذرية. وكل هذه الأمور يمكن للحاسد أن يحسد الناس عليها، كما قال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على ذلك، كما سنشير إلى ذلك عبر دروسنا إن شاء الله تعالى من خلال هذه الدورة المباركة. وكذلك ما نشاهده في الميدان، مثلا بيت محسود تكثر فيه تواجد النمل في هذا البيت الذي يدل على أن الحسد وقع على هذا البيت. وعلى سبيل المثال يعني إن شاء الله تعالى سوف نذكر يعني نماذج وأدلة، ولا يزال في الحديث بقية، وحتى لا نطيل على مسامعكم ولا نثقل على كاهلكم نتوقف عند هذا الحد. ونسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص والقبول والتوفيق والسداد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. هذا والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم.